يقول علماء الأجنة إن أكثر من 90% من أعضاء وأجهزة الجنين تخلق خلال الأسابيع الثمانية الأولى، وطور الجنين يكون أقل من 4 سنتيمتر، ويبلغ عدد خلايا هذا الجنين أكثر من 1,000,000,000 خلية. يمر الجنين في هذه الأسابيع بعدة أطوار، وهي النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم خلق العظام ثم كسو العظام باللحم. بعد ذلك يستمر خلق الجنين حتى نهاية الحمل دون أن يحدث تغيير مهم في شكله، بل تكون هذه العملية عبارة عن طور واحد هو الخلق الآخر. فما هو الخلق الآخر؟ في هذه المرحلة يأخذ الجنين ملامحه النهائية، فتظهر الأطراف والعيون والأذنين وبقية أعضاء الجسد، وتبدأ الحركة ويبدأ النشاط الكهربائي للقلب. الدماغ معقد جدا ويشغل نصف وزن الجسم، وتصبح العمليات بعد ذلك عبارة عن نمو هذه الأجزاء واكتمال خلقها، وتستمر هذه المرحلة لنهاية الحمل. لذلك يقول الله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية: ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر لا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب. ويقول ابن عباس: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني به الروح. إن هذه الأطوار عبارة عن عمليات دقيقة جدا، ولا يمكن رؤيتها إلا بالتصوير ثلاثي الأبعاد. وإن وصف القرآن لهذه الأطوار هو دليل على أنه كتاب منزل من لدن حكيم عليم،